بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المحاضرة هي اليوم المحاضرة الثانية الفيديوية بعد المحاضرة الأولى اللي كانت هي عبارة عن ريفيو أو مراجعة لبعض الصيغ الرياضية فيما خصوصا فيما يخص المشتقة والتكامل. وفي وقتها وضحنا أنه قلنا إحنا الكثير من القيم والمشتقات والتكامل راح نحتاجها بموضوعنا اللي هو signals and systems اللي هي الإشارات والأنظمة. المحاضرة اليوم هي راح تتضمن مجموعة من السلايدات. بصراحة يعني المحاضرة هذه هي نفسها يعني المحاضرة اللي ينطيها الجروب B هي نفس المحاضرات اللي قاعد تعطى لجروب A. الفرق البسيط الوحيد انه انا ضفت هنا بهاي المحاضرات لكم بعض السلايدات التعريفية اللي راح تفيدنا اثناء تصفح المادة واثناء شرح المادة. يعني بغض النظر يعني اذا ربما راح تقارنون انتم بين الفيديوهات راح تشوفون الفيديو هذا ما نبي سلايدات اكثر، ولكن هو الغرض من عدها انه التوضيح الى اكثر ولا اقل، ولكن تبقى المادة هي نفسها. المصادر اللي المعتمدة أنا دائما أخذ اللي هو زيمر اللي هو signals and systems continuous and discrete، والمصدر الثاني اللي هو الشومز اللي signals and systems اللي أغلبه نأخذ من عنده خصوصا البروبرمز يعني المسائل الرياضية وحلولها داخذها من الشومز. والمصدر الثالث اللي هو سايمون اللي هو signals and systems اللي أنا دائما يعني اغلب الاحيان اعتمد بتوصيل المادة للطلاب. اذا المحاضرة مالتنا هي اليوم حول الاشارات حول السيجنالز، وراح ناخذ الصيغة الرياضية لكل اشارة بعد ان نسوي لها في التصنيف، يعني نعيد تصنيف الاشارات وناخذ عمل كل اشارة وشلون نكتب الصيغة الرياضية مالتها، ونخلي بعض الحلول والاكزامبلز نحلها أثناء استعراضنا للمادة. ما هي الإشارة؟ والمرة خلينا نعرف شنو الإشارة. منقول إحنا signal. signal يعني إذا أخذنا أي إشارة اللي خلينا نسميها إحنا x of t، إذا إشارة نأخذها نسميها x of t، فهي function of one or more independent variables such as speech signals one variable and image two variables. يعني احنا شنو الاشارات؟ ممكن انه تحتوي على متغير او اكثر. المتغير خلينا ناخذ من عندنا مثل اللي هو السبيتش الكلام اللي احنا ننطقه اللي يروح هذا نقول احنا يعني عليه one variables، واكو يعني two variables مثل image الصور اللي هو يصير به three dimensions او current signal and so on. هاي بالنسبة للسيجنال. بالنسبة للسيستم احنا قلنا الموضوع ما هو سيجنال اند سيستم. السيستم هو الديفايس اللي ممكن نستخدمه لكي نحول الانبوت سيجنال اللي هو اكس اوف تي نعتبره انبوت وندخله داخل السيستم، وبعدين نحصل من عنده على الاوتبوت اللي هو واي اوف تي. كمثال يعني اذا عندنا احنا البوزيشن اذا نريد نستخدم يعني نستخرج من عند السرعه الفيلوسيتي فندخلها الى السيستم، وبعدين نسوي عمليه اشتقاق وبالاوتبوت راح نحصل على اليو الواي اوف تي اللي هي تمثل لنا الفيلوسيتي. اذا نريد نرجعها الى حالتها الطبيعيه فراح ندخلها في نفس السيستم ولكن نسوي لها انتجريشن ونحصل من الفيلوسيتي نرجع الى البوزيشن. طيب classification of signals بعض الأساتذة وبعض الكتب صنفتها إلى 5 تصنيفات وبعضها صنفها إلى 6 تصنيفات. أنا حاليا هنا أنا راح أصنفها لكم إلى 6 تصنيفات وراح نأخذها بالتفصيل كل واحدة من هذه signals والصيغة الرياضية الخاصة بها ونحل بعض الأمثلة عليها. التصنيف الأول اللي هو continuous time signals or discrete time signals. الثاني اللي هو even or odd signals، وممكن انه يطلع من عندها نوع من نوع الاشارات اللي هو اسمه conjugate signals
conjugate signals. بعض الكتب تعتبرها حالة خاصة يعني تنضاف هنا حالة خاصة، وبعض انه يعتبر هي ايضا من ضمن تصنيفات الايفن والاود، واني راح اعتبرها من ضمن تصنيفات الايفن والاود. النوع الثالث اللي هو البيريودك اند نون بيريودك سيجنالز، والنوع الرابع اللي هو ديترمينستك اند راندوم سيجنالز، والنوع الخامس اللي هو كومبلكس اكسبوننشال اند سينسوريال سيجنالز. النوع الاخير اللي هو انرجي اند باور سيجنالز. الانرجي اند باور سيجنالز هو اللي يخص موضوع الالكترونيكس، يعني اللي راح يخص موضوع الباور والانرجي والكرنت والفولتج. اذا عندنا هاي التصنيفات فيما يخص الاشارات. نجي وناخذ اول كلاسيفيكيشن، اول تصنيف اللي هو كونتينوس تايم اللي يسموه سي تي، يعني كونتينوس تايم اند ديسكريت تايم سيجنالز. طيب شنو معناته من اقول اني كونتينوس تايم؟ يعني تكون الإشارة بها مستمرة بدون تقطع، وتحتوي على one dimensional signals single valued. This mean for every instance of time there is a unique value for the x of t. يعني مثلا هسه عندنا هذه الإشارة بشوفها continuous، إذا أخذنا هنا على هذا المحور t وعلى هذا السيجنالز اللي هي x of t، انتبه هنا عندنا احنا قلنا continuous time، فالcontinuous simple مالته نكتبه هو x of t. في اي نقطة اخذناها، في اي نقطة اخذناها على هاي الاشارة فهو variable بالنسبة للx of t. اذا هنا راح نحصل هنا، اذا هنا راح نحصل، اذا هنا، فهذا نسميه continuous signal. t دائما تكون real، تي تايم دائما يكون ريل، اما السيجنال هي اكس اوف تي فممكن انه يكون ريل وممكن ان يكون كومبلكس. ارجو انه هاي الملاحظه تنتبهوا لها، انه ممكن يكون ريل او ممكن ان يكون كومبلكس، وقلنا احنا هي الاكس اوف تي. طيب هذه هنا ماخذنا فد نوع من انواع الكونتينوس سيجنالز اللي ماخذ اكسبنشال سيجنالز، فهو نوع من نوع الكونتينوس. ده شوف انه دائما مستمر، اذا اخذنا اي نقطه، اي نقطه هنا فممكن انه نقاطعها مع السيجنالز اكس او او تي ونحصل عليها. دائما هذا يكون عندنا ذني مع معرفات اللي هو الامبليتود والاي تي، وعلى شرط انه التي دائما اكبر او يساوي من الصفر. طيب هذاك بالنسبه للكونتينوس. بالنسبه للديسكريت، بالنسبة للديسكريت سيجنالز، احنا اذا اخذنا الكونتينوس سيجنالز اللي اخذناها بالستاد اللي قبله وسويناها عملية سامبلينج، عملية سامبلينج، ملاحظة الان هنا احنا هناك ايش عندنا؟ عندنا تي، وعندنا هناك شنو؟ اكس اوف تي. بالديسكريت عندنا اكس اوف تي، اما العفو بالكونتينوس عندنا اكس اوف تي، اما بالديسكريت عندنا اكس اوف ان، حيث ان ان انتجر. يعني هنا يعني يجب ان يكون هنا انتجر، يعني هذا السامبلينج يجب ان يكون انتجر، يعني 0 1 2 3 4 لا يجوز ان يكون غير انتجر، بحيث ال القيمه اللي موجوده بين خلينا نقول هذا 0 وهذا الواحد، القيمة اللي موجودة بيناتهم هي تصير undefined. لاحظ هنا الاكسس يختلف، هنا عندنا n، عندنا بالcontinuous t، وعندنا هنا x of n، هناك عندنا x of t. طيب هذا عملية review ويعني فالسمري على الموضوع اللي اخذناه. هذه الاشارة احنا السبق انه شرحناها وقلنا هي تي واكس اوف تي، انا هنا اسميها زد اوف تي، ماكو مشكله التسميه. فالكونتينوس هو اكس اوف تي، الديسكريت تايم ايش راح يصير عندنا؟ اكس اوف ان، وير ان از انتجر، يعني دائما يساوي لنا 0 1 يعني بلس ماينس 1 بلس ماينس 2، ما يصير و 0.5.6، لا عندنا 0 1 2 بلس ماينس الى اخره هذا الان. فاذا هي عمليه انتجر، هذا اللي يقولوا انه يسمون انتجر.
اول واحد عندنا هنا اكس اوف تي اللي هو تي يساوي هنا 0، وعندنا الاكس اوف تي هنا عندنا التي. طيب خلي قلنا هنا انتجر، هاي مقارنة بيناتهم على السريع بالنسبة للكونتينيوس وبالنسبة للديسكريت. الكونتينيوس سمبل از اكس اوف تي، اكس اوف تي انا كاتب زيت تي ماكو فد مشكلة، اكس اوف تي، بينما للديسكريت اللي هي اكس اوف ان تي، اكس اوف ان، اكس اوف ان. For every time there is a unique value of x of t, for every integer n, شو الفرق هنا؟ time هنا integer n there is a unique value of x of n. Continuous for every time for n not integer x of n undefined. اللي احنا قلناها اذا بين t بين الانتجر الاول الثاني والثالث او الاول والثاني المسافه اللي موجوده بيناتها تكون غير معروفه اللي هي undefined. طيب ناخذ فد انواع من عندها. هذا نوع الكونتينيوس تشوفوها، ممكن تكون اشاره ساينسودال كوساين، وممكن تكون هذا يعني لينير، يعني اي اشاره، المهم كونتينيوس. وهاي هي الإشارة الديسكريت اللي احنا نسوي سامبلينج فنحصل، يعني شوف هسه هنا هذا المثل احنا شنو n 2n 3n المسافة اللي بيناتهم undefined، هنا عندنا minus n minus 2n minus 3n المسافة اللي بيناتهم undefined. فعندنا ملاحظات هنا continuous قلنا الاختصار مالته CT، discrete DT، والانالوج دائما يستخدم الكونتينيوس سيجنال بينما الديجيتال سيستم يستخدم الديسكريت سيجنالز. الكلاسيفيكيشن الثاني اللي هو ايفن اند اود سيجنالز، يعني شنو معناتها؟ معناتها الاشارات الزوجيه والاشارات المفرده. قبل كل شيء انت اذا عندك اي اشاره شلون تتأكد انه هاي الاشارة اللي عندك هل هي اشارة زوجية، هل هي اشارة مفردة، ام هي يسموها نيذر، يعني لا هي ايفن ولا هي اود، يعني لا هي ايفن ولا هي اود، فنسميها نيذر. اذا اريد نتأكد ان احنا من هاي الاشارة بنسوي تيست. هذا التيست هو جدا بسيط. اذا عندنا الاشاره، خلي احكي لكم هذا التيست شلون يصير وشلون انت تعرف الاشاره انه هذا النوعيه مالتها. اذا عندنا فانكشن y يساوي x of t، هاي السيجنال، هاي الفانكشن، هاي السيجنال، اذا اريد نعرفها هل هي even or هي odd او هي neither، يعني لا هي even ولا odd، كل ما في الامر انه احنا replacing نبدل التي بناقص تي، نبدل التي اللي موجودة هنا بناقص تي، ونرجع نقارنها بالمعادلة الأصلية، ونرجع نقارن، يعني هذا مرة نغير هذا التي إلى ناقص تي ونحلها ونقارنها بها. إذا بقت نفسها، إذا غيرنا ناقص تي والنتيجة عندنا الريزلت حصلنا على التي بقت نفسها، فإذا الإشارة مالتنا هي even. وإذا غيرناها بناقص تي وكانت النتيجة مالتنا ناقص إكس أوف تي، إذن الإشارة مالتنا أود. يعني إذن ملاحظة إنه إحنا replace التي بماينس تي ونحل، إذا طلعت نفسها فهي إيفن، وإذا طلعت بالسالب فهي أود، وإذا طلعت إف أوف ماينس تي لا تساوي minus x of t هنا عندنا يساوي، فهي إذن لا هي even ولا هي odd، ونسميها احنا neither. واضح هسه انه التيست بس عملية انه احنا نغير الاشارة مال t نسويها من positive الى negative، وهذا هو كشرح يعني مختصر له، مع ملاحظة هنا جدا مهمة انه بالنسبة
للإشارة أو السيجنالز اللي تحتوي على الكوساين، على الكوساين دائما هي شنو؟ إيفن. انتبه هسه احنا قلنا هناك نغير الإشارة، نغيرها نغيرها ونحل. هاي واحدة نقدر نوجد بها يعني نسوي تيست هل انه الإشارة إيفن أو أود. والطريقة الثانية نشوف انه إذا كانت كوساين فهي إيفن، وإذا كانت ساين فهي أود. راح نجي ناخذ أمثلة عليها. هذا المثال يوضح لك إذا كانت عندك function أو signals بها الإيفن وبها الأود. الإيفن يساوي إن هذا الإيفن بارت اللي هو هذا يساوي إن نصف في x of t plus x of minus t، هذا الإيفن بارت. أما الأود بارت فيساوي إن مجرد الإشارة اللي هنا راح يصير ناقص في ناقص ناقص في زائد، فراح يصير عندنا هنا إشارة ناقص. يعني هسه الإيفن نفسها، أما الأود مجرد تقلب الإشارة تكون إلى السالب. هذا الإكزامبل هنا منطق إياه، يقول لك إذا عندك X يعني سيجنالز إشارة X of T يساوي لنا A exponential minus A of T، على شرط T يساوي لنا أكبر من صفر، وفي حالة الزيرو T أقل من الصفر. فعندنا الإيفن بارت بالنسبة لهاي إذا كانت عندنا exponential، بالنسبة للإيفن بارت راح يساوي لنا هذا، والأود بارت راح يتحول الإشارة اللي موجودة هنا إلى السالب. هذا نوع من أنواع يعني أمثلة حول الإشارات. نشوف الإشارة الأولى إنه السيجنالز اللي إحنا عندنا هنا اللي هي X of T اللي هو شنو exponential، فهذا الشكل ما مالها، وإذا تضربها في الناقص فراح يصير بالجهة الثانية بالسالب. بالنسبة للإيفن راح يصير سيمتريكال، وبالنسبة للأود راح تكون مختلفة. يعني هسه هاي زوجية وهاي هنا عندنا راح يصير مفردة. هذا نوع آخر، يعني هسه هاي شوف هنا سيمتريك، يعني هسه هذا هنا اللي موجود يشبه هذا اللي موجود هنا، فهاي إيفن، هاي هنا إيفن، وهاي هنا بالنسبة انسيمتريك، هاي انسيمتريك، يعني هذا هنا بهذا الجزء وهنا بانسيمتريك، غير متشابهات، يعني غير متقابلات، غير يعني مختلفات، فهذا يسموه انسيمتريك. ناخذ مثال determine if the function even odd or neither. أنا منطيك هسه هاي الإشارة هنا وأقول لك اختبر لي إياها، هل هي even زوجي، هل هي odd، هل هي لا زوجي ولا فردي. قلنا شنو الشرط لعملية التيست؟ انه نحول كل تي الى ناقص تي ونحل المعادلة ونشوفها. اذا طلعت لنا بلا خير نفس الإشارة، يعني ساعدنا هذا x of t يساوي لنا t power 2 t square plus t power 4، نجي نحول هذه الإشارات اللي هنا نخليها بالناقص، حولناها ونجي نحل. هذا ايش راح يصير؟ تي سكوير مو صحيح؟ بلس شنو؟ هاي عندنا ناقص لان تربيع تي باور 4 اللي هي نفسها شنو؟ نفس هاي. ايش طلع عندنا هنا؟ اكس اوف تي. تشوف هسه هذا اكس اوف تي هو نفسه الاكس اوف تي، يعني ما تغيرت، ما تغيرت. اذا ما تغيرت فهاي عندنا قلنا شنو؟ قلنا ايفن. واذا طلعت هنا عندنا ناقص ايش راح يصير؟ عندنا اود، راح يصير عندنا اود. هذا اكزامبل. عندنا اكزامبل ثاني، انا منطق هسه هاي القيمه، منطق هاي القيمه واقول لك شوف لي هل هي ايفن اود اور نيذر. تحول تغير التي الى ماينس ماينس وتحل، وراح تلاحظ انه بالاخير ايش طلع عندنا؟ ناقص x of t، فما تشبه هذه، يعني صارت عتب بالنيجاتيف، اذا هي odd. او ممكن انه انت يعني
يعني مجرد انه يتباوع على المعادله مشوم اذا مرفوعه الى باور اذا الى باور مفرد فهي اود يعني فهي اود. الاكزامبل الثالث منطق اني ساين وكوساين. انا شطت ملاحظه قبل بالسلايد اللي قبل قبلها قلت لك اذا كوساين ايفن واذا ساين شنو اود. طيب انا عندي هسه هنا اثنيناتن اذا هذه لا هي اود ولا هي ايفن فنسميها نيذر يعني نيذر ايفن اور اود لا هي شو اسمه هذا. ونجي خلينا نحلل هنا احنا ليش اسمه نبدل التي ناقص تي ناقص تي ناقص تي هذا ايش راح يصير عندنا هنا ناقص ساين اوف تي بلس لان كوساين متحول هنا ناقص في الناقص راح يصير بلس كوساين اوف تي. هاي الإشارة صار بها أصلا اختلفت هنا وبيون احنا عندنا أصلا عندنا ساين وكوساين فهي هاي الإشارة نيذر أود أور إيفن. النوع اللي منطقه هنا بعد examples فهذا مجرد ترس هذا مجرد تتباوع عليه شو هنا مرفوع الباور يعني زوجي فهو يعني إيفن وهذا مرفوع الباور فردي فهو يعني أود. ملاحظة هاي الملاحظة يعني يجوز يعني بغير جروبات ما ياخذوها بس انا هنا أنا اضيفها وقلت لكم عندنا النوع الثاني النوع بالثاني اللي هو اسمه الكونجكيت قسم من الكتب ومن الاساتذه يعتبروها حاله خاصه ويعتبروها من ضمن الكلاسيفيكيشن وقسم يعتبروها من ضمن الايفن والاود. انا بالنسبه لي اعتبرها من ضمن الايفن والاود. كل ما في الامر هنا اللي عندنا شنو احنا مثل ما قلنا دائما التي real ودائما x of t ممكن يكون real or complex يعني ممكن يكون real ممكن يكون complex. فإذا عدنا هنا بما أنه عدنا موضوع complex فعدنا z of t يساوينا a of t plus g b of t هذا هنا عدنا complex صحيح. وإذا أجينا نفذنا الشرط اللي موجود نحول كل تي إلى شنو؟ إلى سالب. والشرط الثاني اللي موجود في هيك معادلات إنه نحول الماينوس زد ماينوس تي إلى كونجكيت. فش راح يساوي لنا؟ راح يساوي لنا أي أوف تي ماينوس جي بي أوف تي. ما أذكر لكم بالأناليسز لأنه أصلاً ما مطلوبة من عندكم ولكن أنا هنا سويت أناليسز في سبيل أثبت لكم أنه في حالة الكونجكيت اللي هو راح يطلع عندنا أود وراح يطلع عندنا هنا الإيفن فهي يعني يطلع بها الإيفن والأود. وهذا بالنسبة للكونجكيت أنا ما راح أطلبه من عندكم بس هنا في سبيل تكون واضحة لكم. طيب ملاحظات حول الايفن والاود. اذا كانت ايفن بلس ايفن فالنتيجه راح يصير عندنا ايفن سيجنال واذا كانت اود بلس اود فالنتيجه راح يصير اود سيجنال. اذا اود وايفن فراح يصير نيذر سيجنال لا هي ايفن ولا هي اود. واذا كانت ايفن ملتيبلايد مضروبه في ايفن فراح يصير عندنا ايفن. واذا ايفن في اود راح يصير اود. واذا اود في اود هاي ننتبه اذا اود في اود راح يصير عندنا الايفن. بالنسبة للكونتينيوس تايم سيجنال الانتجريشن تاخذها من ناقص 2 نوت العفو الى تي نوت اكس ايفن دي تي يساوي لنا هاي تدري هاي يعني يساوي لنا 2 من الصفر الى تي نوت x dt وهذا يكون الرسم مالها. هاي بالنسبة للإيفن. بالنسبة للأود هذا راح يكون integration مالته من ناقص t نوت إلى t نوت x نوت of t يساوي dt ويساوي لنا صفر نفس القيم احنا هاي نستخدمها في حالة كون الاشاره ما مالتنا ديسكريت مجرد انه احنا ايش قلنا نغير الاكس اوف تي نسويها اكس اوف ان ونفس المعادلات فيما يخص السابع والثامن تتحول هنا ولكن من الانتجريشن الى السوميشن الى عمليه الجمع. ليش هي نفسها هنا
بس هنا انتجريشن، هنا عندنا جمع، وهاي بالنسبه ل 11 تشبه الرقم 8 ولكن سميشن فيما يخص الديسكريت تايم سيجنالز. طيب النوع الثالث اللي هو البيريودك اند نون بيريودك سيجنالز. ممكن انه احنا الكونتينوس تايم سيجنال والديسكريت تايم سيجنال ممكن تكون بيريودك وممكن تصير تكون نون بيريودك. شنو يعني بيريودك؟ شنو يعني بيريودك؟ البيريودك اذا تشوف هسه هاي الاشاره منا لهنا احنا هذا اول اشاره شنو نسميها؟ فيرست بيريود سايكل اللي هو احنا نسميه تي. فيرست بيريود سايكل اجت من هنا وصلت هنا فيرست بيريود سايكل اللي ممكن يسموه فاندمنتال بيريود. واذا شفت هذه الاشاره نفسها تكررت بسايكل ثاني على نفس التي، فاذا اشاره هنا يعني هسه تي، هنا صار عندنا 2 تي و 3 تي 4 تي الى ان الى يعني البيريودك ايش قد يستمر. عمليه تكرار التي في كل مره يسموه بيريودك سيجنال. الفريكوانسي بالنسبه للبيريودك الفريكوانسي يساوي انه 1 ديفايدد باي تي، وهذا هنا طبعا الفريكوانسي يقاس بالهيرز، بالهيرز سايكل بير سكند، والانجولار فريكوانسي اوميجا يساوي 2 باي اف، ويساوي 2 باي ديفايدد باي تي اللي هو تقاس بالراديان بير سكند. هاي بالنسبه لل كونتينوس تايم سيجنالز. بالنسبه للديسكريت نفس الشيء، يعني احنا هنا مجرد انه هناك كانت عندنا قلنا ممكن حتى هي ذيك نفس الاشاره اذا نسويها عمليه سامبلنج راح نحصل على الديسكريت، ولكن الاشاره هنا راح يصير اكس اوف ان، وعندنا الان 1 الان و2 ان 3 ان الى ان. راح نشوف انه هنا تتكرر هاي على شرط انه هذا هنا على شرط انه هذا تكون انتجر ان و2 ان انتجر، واللي بيناتهم اللي هي نسميها undefined values. زين التردد بالنسبه للانجولار فريكوانسي يحسب انه اوميجا يساوي 2 باي اوفر ان اوفر ان. هنا فت كومباريشن بسيطه بين الكونتينوس تايم والديسكريت تايم بالنسبه للبيريودك والنون بيريودك. اكس اوف تي يساوي لنا اكس تي بلس تي، يعني شلون احنا هنا باور هاي هنا عندنا اكس اوف تي يساوي لنا اكس تي زائدا تي اللي تنضاف الها، هنا ايش راح يصير؟ زائدا ان زائدا الانتجر اللي راح تضاف، يعني النمبر الانتجرز اللي راح تنضاف الها. هذا اخذناه احنا وقلنا شلون تحسب التردد. التردد اللي هو يساوي لنا 1 اوفر تايم اللي هو يقاس بالسايكل بير سكند، والاوميجا يساوي لنا 2 باي على تي راديان بير سكند. هنا يجب قلنا ان تكون انتجر، الان انتجر يعني 0 بلس ماينس 1 بلس ماينس 2 الى اخره، والانجولار فريكونسي يساوي لنا 2 باي اوفر ان. دائما عندنا كونتينوس كونتينوس دائما بالنسبه للكوساين والساين تكون بيريوديك، وبالنسبه للديسكريت الكوساين والساين ممكن انه تكون بيريوديك ممكن تكون نون بيريوديك. هاي ملاحظه شوي انتبهوا عليها عندنا بالكونتينوس تايم الكوساين والساين هي دائما بيريوديك، اما بالديسكريت تايم فممكن انه تكون بيريوديك اور نون بيريوديك سيجنالز. هذا هنا انا مسوي لك يعني فد سمري على الكلام اللي احنا قلناه، وهو نفس الملاحظات المقارنه اللي انا مسويها بين السي تي والدي تي. خليني نجي ناخذ هذا مثال هيك بسيط. Determine the fundamental period frequency، يعني هسه قايل لك
determine the fundamental period. The frequency angular for the following signals. أدي هاي الإشارة الأولى. أنا إيش منطيك أنت هنا إيش قد سوينا؟ إيش قد هسا هذا عندنا بدا مننا سايكل كامل. سايكل كامل مو صحيح. 0.2 يكمل السايكل الثاني 0.4 0.6 إذن هاي شنو؟ هاي بيريودك ما بيها مجال. التايم شو يسوي لنا؟ 0.2 سكند الفريكونسي تقدر تطلع. أنا قايل شوف لي الفريكونسي والأنجولار ويساوي لنا 5 والأنجولار يساوي لنا 10 بير سكند. هذا هنا عندنا نون بيريودك. وبالنسبة في حالة السامبلينج هسه هذا مثال وهذا مثال. وفي حالة السامبلينج أنا ما كان أقول لك هذا أنطيك نفس هذا السؤال وأقول لك شوف لي هاي الإشارة طلع لي من عندها. فأنت تجي تقول وين هسه السامبلينج بقى 1 2 3 4 هذا خلينا نقول هذا مثلا 1 2 3 4 هسه هذا منا لهنا هو عبارة يعني عملية سامبلينج من 1 إلى 8 وترجع تتكرر من مرة اللق من 1 إلى 8. إذن الان إيش قد يساوي لنا 8 سامبلز بالنسبة للسايكل الأول 8 الان يساوي لنا 8 سامبلز. الانجولار فريكونسي يساوي لنا 2 باي على ان واللي 2 باي على 8 ويساوي لنا باي على 4 راديان بير سكند. اكزامبل آخر واحنا هنا اللي قلنا لكم راح نستفاد من عمليات المشتقات شلون نستخدمها. اذا عندك انا قلت لك انطيك هاي الفانكشن واقول لك شوف لي اياها هل هي بيريودك نين بيريودك شوف لي السيجنالز مالتها الفريكوانسي فتيجي هنا. هاي هنا كاتبها على صفحه هاي التحويلات اللي راح نحتاجها. اكس اوف تي يساوي كوساين سكوير اوف 2 باي تي هاي 2 باي اللي هو الاوميجا طبعا. السوليوشن هذا ممكن انه اكتبها شلون هاي شلون اكتبها اللي هي هياتها زين نصف of 1 cosine 4 by t يساوي 2 باي على t البيريود يساوي 2 باي على 4 بي ويساوي نصف سكند الفريكونسي راح يساوي 1 على نصف وتطلع لنا 2. اما بالنسبه للانجلر يساوي 2 باي f ويساوي 4 باي راديان بير سكند. النوع الرابع اللي هو deterministic and random signals. طيب شنو يعني من اقول deterministic؟ لما تكون عندنا التي والاي معرفات ومعروفة انه فممكن انه نكون احنا نسميها deterministic signal. واذا كانت غير معرفة فنسميها random signal اللي هي مثل النويز. انا هذا هنا انا ما راح افوت بها بالتفاصيل لانه حتى استخداماتها قليلة ولكن للتعريف انه انتو شلون يعني تعرف انه هي هل الاشارة هاي deterministic or random. If we have خلنا ناخذ هاي الفانكشن x of t هاي هنا يساوي طبعا بيناتهم يساوي لنا a exponential minus 10 t then if t and a are known values اذا كانت قيم معرفة اذن الاشارة مالتنا هي deterministic واذا كانت غير معرفة فراح تصير random signals مثل النويز وباقي الاشارات اللي تحتوي اللي هي تكون random signals. النوع الخامس اللي هو complex exponential and sinusoidal signals. طيب هذه هنا احنا راح نتكلم عن continuous time signal continuous time exponential signals دائما تكون بهذا الشكل اللي هو x of t يساوي لنا c e a of t بحيث دائما ال c
والاي، السي والاي ممكن ان تكون يا اما ريل يا اما تكون كومبلكس. هاي بالنسبه اكسبوننشال مبينه، انت مجرد انه تباع عليها هنا عندك اكسبوننشال، ولكن الفرق انه عندك السي والاي ممكن انه يكون ريل اور كومبلكس نمبر. اما بالنسبه للساينسويدال فهذا الاشاره هاي هي اللي معروفه، هذا الفورم اللي معروف اللي اخذته بالاول واخذته دائما، اكس اوف تي يساوي ان اي كوساين اوميجا نوت تي بلس ثيتا. طيب هذا بالنسبه للساينسويدال، وهو هذا نفس الكلام، مجرد الكلام اللي شرحته هناك منطق اياه هنا بالتفصيل، يقول لك انا شلون هسه اعرف انه الاشاره مالتي ساينسويدال، انت مجرد انه تتبع على هذا الفورم هسه هنا مختصره بالاخير يساوي لك، فهذا هو الساينسويدال سيجنال. واما بالثانيه اذا عندك الاكسبوننشال فهو كومبلكس اكسبوننشال سيجنال، وخصوصا ان عندنا ريل، قلنا شنو ممكن تكون شنو ريل وممكن تكون كومبلكس، عندنا هنا عندنا ريل وعندنا الكومبلكس، فهذا الريل بارت وهذا عندنا الكومبلكس بارت بالنسبه للكومبلكس اكسبوننشال سيجنال. طيب بابا هنا انا اشوف هاي هنا شوي انتبه عليها، بالنسبه الكومبلكس سيجنال الكومبلكس اكسبوننشال سيجنال، اذا كانت عندنا هذه سيجنال تحتوي على بارتين، البارت الاول اللي هو شنو ريل والبارت الثاني الايمجينري. طيب خلي اني هسه عفس هذا، خلي اني اجي هنا خلي اعتبر هذا هو الاكس اكسس، وعندنا هنا همته ايضا اكس اكسس، ولكن هنا ايش راح استخدم الكوساين of omega t، وهنا g sin omega t، يعني هنا راح يصير imaginary وهنا راح يصير عندنا الريل. فاذا تحرك يعني اذا اشاره انا المفروض اشغلكم اياها على شكل فيديو، ولكن راح احاول اشرحها لكم. اذا هاي الاشاره اجت لي هنا وبنفس الوقت هاي اجت هاي هنا على الاكس، تشوف على الاكس هاي مقابلها وين؟ مقابلها هنا، وهاي وين؟ مقابلها هنا. اذا تحركت اجت لي هنا وهاي اجت لي هنا، هاي راح تجي هنا وهاي راح تجي هنا، واذا وصلت لهنا الاشاره راح تجي هنا وبنفس الوقت هاي راح تجي هنا، واذا وصلت لهنا الاشاره راح تجي هنا وبنفس الوقت هاي وين توصل لهنا، الى انه يكمل لك دائره كامله، الى انه يكمل لك دائره كامله. هاي في حاله كون انه الاكسبوننشال كومبلكس سيجنال بوزيتيف، في حال انه هي بوزيتيف، وممكن انه الاكسبوننشال ممكن يكون نيجاتيف، ويمكن كتابتها بالصيغه الاولى او بالصيغه الثانيه. ونفس الطريقه ممكن انه احنا نرسم نحدد هذا الشكل اللي موجود هنا، اذا اقلبه واسوي له 3 دايمنشن راح اشوفه صار بهذا الشكل. انا مجرد هنا اردت اوضح لكم انه الاكسبوننشال سيجنال ممكن انه يكون ب مثل ما قلنا ريل وكومبلكس، وممكن يكون انه عندنا بوزيتيف، وممكن انه يكون عندنا نيجاتيف. فالسمر هنا فهذا التيبل على مود يشرح لكم، اذا كانت عندنا هذا ها شنو هذا قلنا شنو هذا كومبلكس اكسبوننشال سيجنال صحيح، وعندنا السي والتي قلنا ممكن انه بوث تكون ريل اور كومبلكس، يعني هذا ممكن يكون ريل اور كومبلكس. خلينا نجي هذا عندنا هي السيجنال، في حاله كون السي ريل والاي ريل، يعني سي ريل والاي ريل، ف الفانكشن مالتنا راح يصير سي اكسبوننشال ريل، لان ريل بريل ريل تي، ورسم مالها راح يكون بهاي الصيغه. في حال كون عندنا السي ريل والاي ايماجينري فراح يصير عندنا صيغه السيجنال بهذا الشكل. وفي حال كون الكومبلكس بكومبلكس فصيغه السيجنال راح يكون بلت ان
بهذا الشكل. هاي مجرد عمليه سمري لل للاشاره. النوع الاخير اللي موجود عندنا هو اللي هو الانرجي اند باور سيجنلز. طيب انتبه هنا عليه. الانرجي اند باور سيستمز اللي هو يخصنا احنا كالكترونكس، لانه هنا احنا ممكن نتعامل بالكرنت وبالفولتج وبالباور وبالانرجي، وهو هذا احنا شغلنا. احنا نعرف انه الاي هاي بالفيزيكس، يعني احنا ماخذين انتم بالفيزيكس اصلا، الاي يساوي ان انتجريشن من ماينوس انفينيتي الى انفينيتي اكس اوف تي ابسلون 2 دي تي. هذا قانون معروف، هذا قانون معروف. متى ما تكون هذه نسموها انرجي سيجنال، شو وقت اذا كانت الاي اكبر من الصفر واكبر الى واكبر من الصفر واصغر من لا نهايه، حيث ان الباور يساوي لنا شنو؟ صفر. اما الاشاره هذه فراح تعتبر باور سيجنال وليس انرجي، هنا اعتبرناها انرجي عندما كانت البي يساوي لنا صفر، ولكن تعتبر هنا باور سيجنال اذا كانت اكبر من الصفر واقل من ما لا نهايه، بحيث الاي يساوي لنا ما لا نهايه. هذه الصيغه اللي موجوده هنا فيما يخص خلي اجي لهنا افضل شيء، انتبهوا بقى علي. انا ايش كاتب له هنا؟ The energy and power signals are electric signals such as current and voltage. فلهذا احنا يعني راح نحتاجها. اذا عندنا مقاومة هنا، راح اعطيكم مثال. اذا عندنا مقاومة قيمة هاي المقاومة اخذناها واحد، فالكرنت اللي يمر بيها اللي هو شنو؟ I of T عندنا، فعندنا هي هاي السيجنال، يعني هسه هذا السيجنال، سيجنال مر بهاي المقاومة. الباور مالتها حسب قانون اوم ايش راح يساوي لنا؟ بي اوف تي يساوي لنا ار في هذا السيجنال تربيع، ويساوي لنا في اوف تي تربيع على ار، على ار. وبما انه احنا قلنا الار اخذناه هنا 1 اوم، اذا بي تي يساوي لنا سكوير اي تي، ويساوي لنا في سكوير اوف تي. اذا عندنا الباور اوف تي ساوت لنا x سكوير اوف تي، والقانون مالها يساوي لنا اي الانرجي من ناقص ما لا نهايه الى نهايه بي اوف تي دي تي، ويساوي لنا x باور 2 اوف تي دي تي. هذا القانون الاول. بالنسبه للكومبلكس سيجنال، احنا مو قلنا هنا عندنا رير، عندنا هنا عندنا ممكن نكون رير اور كومبلكس. اذا ناخذ الكومبلكس، اذا 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 احنا كان عندنا زد يساوي لنا اي بلس جي جي بي، فالابسولوت مالته تربيع نضرب، يعني هذا في يعني مره زائد ومره ناقص نحلله، ويساوي لنا اي تربيع زائد بي تربيع. راح تلاحظ انه الاي تربيع ايش عندنا؟ هذا ريل، حصلنا على ريل فاليوز، ريل فاليوز. اذا الانرجي، وبما انه الانرجي تحتوي دائما على كومبلكس بوث، يعني الريل والكومبلكس سيجنالز مثل ما مذكور هنا، اذا الافريج باور يساوي بي limited time to infinity الى في 1 divided by t integration minus t over 2 by 2 الى t by 2 x of t تربيع dt. وهاي هي المعادلة رقم 3. عندنا special case انه شلون نطلع احنا الباور. الباور راح يسوينا p of t وانتجريشن من ناقص تي باي 2 الى تي 2 اكس اوف تي تربيع دي تي. بالنسبه للديسكريت الانرجي، لاحظ ان انا احنا هناك ايش عندنا؟
بالنسبة كونتونيوس شخدنا عندنا انتجريشن، مو صحيح؟ عندنا انتجريشن واخذنا الإشارة X of T. بالنسبة للديسكريت صار عندنا هنا نفس القانون، ولكن حولناها إلى سميشن والX of N وليس of T. وبنفس الوقت ممكن انه نطلع احنا الباور مالتها اللي يساوي لنا السبيشال كيس، يعني الباور مالتها يساوي لنا ليميت ان الى ما لا نهايه 1 ديفايدد باي 2 ان بلس 1 سميشن ماينس ان الى ان اكس سكوير اس اوف ان. سبيشال كيس هو نفس السبيشال كيس اللي موجود هنا، ولكن حولناها الى سميشن. هذا في السمري بسيط على الكونتينيوس تايم والديسكريت تايم سيجنالز. اذا تلاحظون هذه كل المعادلات احنا اللي اخذناها كتبناها هنا بصيغه اخرى. وخلي نشوف هذا المثال، خلي نشوف هذا المثال. الامثله اللي تيجي فيما يخص الانرجي والباور سيجنالز انه يجي يقول لك حدد لي هل هذه الاشاره هي انرجي ام باور. هسه انا ايش كاتب لك انا؟ ديترماين وذر ذا سيجنالز اكس اوف تي ديسكرايبد باي، منطيك هاي الاشاره، هاي السيجنال، هاي الفانكشن، هاي السيجنال يساوي لنا اكسبونشال ماينس اي تي، ومنطيك الاو تي الاي اكبر من تي. از ا باور سيجنال اور انرجي سيجنال اور نيذر. هل هي power signal أم هل هي energy signal أم ولا وحدة من عندهم؟ وبما أنه إحنا نعرف نجي نكتب القانون مالت ال x of t. x of t شنو؟ non periodic signal. وقانون اللي إحنا قلنا integration x of t t dt ويساوين، هاي مجرد إنه تعوض التسنانة x of t عوضته minus 2 اكسبونشال ماينس 2 اي تي دي تي انتجريشن مال هاي القيمه اللي احنا قلنا بالمحاضره الاولى. نحاول نحفظ القوانين المهمه اللي دائما نستخدمها. فانتجريشن راح يساوي لنا من 0 الى 8، من بالتعويض راح يساوي لنا 1 على 2 اي فاينيت بوزيتيف. اذا بما انه فاينت بوزيتيف فعندنا ذا انرجي از فاينت اند ديترمينستيك، هينس ذا سيجنالز از ان انرجي سيجنال. يعني بما انه احنا حصلنا هنا فاينت وعندنا البوزيتيف الريزلتس، اذا هي شنو؟ انرجي سيجنال. انرجي سيجنال هسه راح ناخذ بعدين امثله عليها. واحنا هسه وصلنا الى بعض الامبورتنت فانكشنز، وان شاء الله هاي راح تكون بمحاضرتنا القادمه او الفيديو القادم. واني اشكركم، وان شاء الله تنتظرون خلال هاليومين ننزلكم في سبيل نخلص من موضوع السيجنالز وننتقل الى موضوع السيستمز. ومثل ما قلت لكم بابا، انا بالنسبه لي يعني راح حتى الاسئله كلية راح نختارها من الكتب، وعندي هنا هواي خليت لكم بالباوربوينت اسئله وحلول. وراح تلاحظون بنهايه هذا السلايد ورا ما خلص هذا الفيديو رقم هذا فيديو رقم 2 فيديو رقم 3 راح يحتوي على العديد من الاسئله والسوليوشنز مالتهم. شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.